السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأعزاء طلاب الفرق الثاني من علوم الحاسب الآلي في مشروع البحث، سألنا أخذ منكم إزاي أطبق أو أستخدم الفروت بيج عشان أعمل ويب بيج. هتبعها واحدة واحدة، وحاول تتبع الشاشات اللي هتشوفها، لكن تكون فاتح البرنامج قدامي وتحاول تمشي مع السكريبت اللي أنا بعملها واحدة واحدة عشان توصل للتارجت بتاع هذا الفيديو.